مطلب في ثمرات العلم الشرعي المستمد من الوحيين. وثمرات العلم ليست تنحصر من ذا الذي يحصي الغمام المنهمر، وإن من يطلبه مقترنا بخالص الإيمان يسمو في الدنا ويبلغ المنازل العليا به، وبعد ذلك الرضا من ربه. إذا استنار القلب بالعلم انشرح، ونال من آثاره شتى المنح، وانقاد للخيرات سائر البدن، واشتاقت النفس إلى الفعل الحسن. فهو دواء كل قلب مدنف، به النجاة من حصول التالف. وأنه العاصم للأجيال من طرق الغلو والضلال، وهو الذي ينير درب الأمة عند حلول الفتن الملمة. لذاك كان أفضل الفضائل، لا يمتري بذاك أي عاقل. ومصدر العلم كتاب الله، وسنة المعلم الأواه، صلى وسلم عليه الباري ما سبح النساك في الأسحار. والفقه فيه ما هو السبيل إلى حياة الرشد والدليل، إلى رضا الرحمن إن هو اقترن بالعمل الصالح ذي القصد الحسن. ما عبد الله بشيء أفضل من فقهنا في الدين، فاطلبه ولا يصرفك عنه أي جاه أو نشب، لا سيما إن كنت في عهد الطلب. وللهلالي كلام يحسن إراده، وهو إمام متقن. والعلم ما أكسب خوف الله، فمن خلا منه ففدم الله، لأنه ميراث الأنبياء فلم ينله غير الأتقياء. لذاك قيل العلم يدعو العمل، إن يلفه قر وإلا ارتحل. دليل ذاك إنما يخشى إلى العلماء لدليل انجلى. فاعمل بما علمت تورث علمما، لم تك تعلم وتمنح مغنما. واعلم بأن كدر الذنوب يكشف نور العلم في القلوب. أما ترى الذبال في المصباح إذا صفى أرضاك في استصباح؟ وإن يكن بوسخ ملطخا، كسف نوره لذلك الطخا. واحذر على النور الذي وهبت، وإن تضع نور الإله خبت. وزين العلم بزينة الورع، واقنع فخدن الحرص في الذل كرع. إن القناعة أعز ملكي، وحرفة الطمع شر هلكي. واطلب شفاء قلبك المريض من قبل أن تغص بالجريض. ولا تظن البرء من أدواك إلا بفطم النفس عن هواك. وقال في تربية الجوارح، ما عز أن ينسج بالقرائح. واحتل على نفسك بالتدريج، فإنه أذهب للتحريج. وخالف النهى ولا تطعها، وارع الودائع ولا تضعها. وهي الجوارح التي يكتسب الخير والشر بها ويجلب. وهي لسان ثم فرج، بطن يد ورجل، ثم عين أذن. سبع كأبواب الجحيم في العدد، فرع جميعها وألزمها السدد. فإنها مسؤولة في الآجل، شاهدة بما جنت في العاجل. فمن عصى بواحد منها فقد فتح بابا من جحيم قد وقد. وأصلها القلب، فعالج داءه، واحش بمرهم التقى سوداءه. وأصلها القلب، فعالج داءه، واحش بمرهم التقى سوداءه.
صلاحه صلاحها لمن نظر، والضد بالضد كما جاء في الخبر. وأصل داء القلب حب العاجلة، فانبذه واحتفل لأمر الآجلة.